ستتركون الناس اللي تحكي عليكم بالخير، ستتركون الأمنيات، وستتركون هذه الوجوه النيرة. طبعاً أقول لكل الاقتراحات باسمي وباسم كافة وجوه اللجنة الحاضرة معنا في كل المجالات، في الإيواء، في الدوش مع عمي محفوظ ومع عمي العكروم، طبعاً تحية لعمي العكروم، وفي المسرح معنا كذلك مواهب طلابية. صراحة شفت مهرجانات دولية، لكن الشيء اللي اكتشفته هالسنة مع غنوش ومع ديسمان اكتشفت موهبة إبداعية متميزة تعيد بالكثير، فانتظروا.